انا الكل فيني مفتون ومطر عندك مزبون كركش بقبال كركش كركش لكن يا مرهون الدنيا حضور لا يفلح ولا يقبل الدنيا ديجيتال ديجيتال الدنيا ديجيتال سبحان الشعبان كل الدنيا ديجيتال كيف علي انت محضرني ديجيتال عتابك حلو حلو يا محل العتاب ونارك جنتي جنتي ما هي يا عذاب يا حلو يا جميل ولو منك عتب جاني ها؟ آه. سعيد الحظ تلقاني نعم العتب ما حالكم انتو ها؟ العتب حال نفسي عشان عاقبها عشان مرة ثانية ما اتسرع صحيح تعمل خير تلقى شر مالي يا اخويا مبارك هذه المرة اختمها زين اختمها زين وخلنا نرجع الشغل هاي شيمة رجعوا شغلكم رجعوا شغلكم أسميك إنك ختمتها زين هو ما صاير شيء بس أنا أقول يعني إن بعد 8 أشهر بيجيك الدور زين وإذا تعرف حد يعني يبغى يشترك في الجمعية جيبه هو أنا عندي لك هدية ولا يهمش بنصير نصيب يا إنسان نصيب N A S E E B أم نصيب ونصيب نوبة ترى فاعل مرفوع بالدش ولا يهمش أم نصير بخبر زملائي وأصدقائي وأخواني اشتركوا في هذه الجمعية جمعية الرأفة بالناس تمام الله الله معاك مع السلامة أنا بعد بروح يا خالتي أنا أوصل جمل انطب مكانك جلس مكانك الله معاش يا أمل مع السلامة خالتي حياك الله أنا كم مرة قايلت لك اعتبر لبنية مثل أختك لا تغلط على حد أنت بعدك صغيرون يا نصيبان بس ما أنا بغى أخطبها كيف تخطبها ولبنية تقول لك أنها مخطوبة يعني خلاص الموضوع منتهي ترى أنا هذا اللي مجنني مني يا أمي كل ما ألقى واحدة بغى أخطبها يا إنها تطلع مخطوبة أو إنها ما تريدني إيش هذا الحالة هذا اللي أنا فيها والله لو حد كان يسندني كنت أنا من زمان متزوج المهم أنت الحين خلينا من هذا الموضوع وقول لي في إيش كنت تريدني أنا أريدش في الحالة الأصعب يا أمي يا ربي في حالة أصعب بعدها خير إن شاء الله ما باين ما باين وهذا الدليل هذا إحنا صار لنا أسبوع ولا واحد من أصحاب هذيل البيوت ضاعت الشه حتى أنا أصلحه أو إن الهوى غير موقعه ويقول لي تعال نصيب ضبط لي دشي جالس كذا لا شغله ولا مشغله يعني أنت باغي تقول عشان صلحت لي الدش باغي الحين فلوس من عندي لا أنا باغنش تسلفيني عشان أفتح لي محل لتصليح وبيع الهواتف النقالة بالإضافة إلى تركيب الدش من هين يا حصرة من هين أجيب لك يا ولدي من فلوس الجمعية ما ها؟ انت جنيت يا ولد انت جنيت وامو هاي فلوس ناس لا فلوسي ولا فلوس أبوك تو أنا أقولش تعطيني إياهم ببلاش ما أنا أقولش تسلفيني إياهم سلفة إلين ما ينجح المشروع اللي عندي وإن شاء الله أعطيش إياهم قبل لا يدور أول مشترك Ha ha ha.
وانا اقول ليش الجمعيات يختر بين اتاري الفلوس كذاك يضيع والناس عادي كل شيء ينتظروا. ايش قلتي يا امي؟ قلت لا يا نصيب يعني لا. تراني ما في بارض وفي مكفني ومكف الدنيا كلها وجعلني ابو فيني مكفيني مكف الدنيا كلها ابو فيني مكفيني مكف الدنيا كلها. تطلع اغنية فيديو كليب شي اقول نصيب صوته حلو يا حرمة تراني ما في بارض ما في بارض اقولش ما في بارض سير عني. انت اذا جلست كذاك بتتعب زيادة خليني انا اساعدك. تساعديني؟ انتي تساعديني انا؟ انتي عارفانة مين؟ انا نصيب نصيب ابو النظريات والافكار اوين تساعدني اوين؟ انتي مو تساعديني انتي؟ انا اساعدك في اي شيء عقب يوم تساعديني انا بغى 2000 ريال وانا بغى 3000 بدور حد يسلفني رحمة وجع عني ولا ترانا كسر ايش راسي شاف انت ما تروم كسر صبع واحد تروم تكسر راسي انا عاد انت مو باغي مني تي خليل خليل ايوه خلو انا استحي اخبرك استحي كيف يعني خليل يعني باغي يتزوج مو خبرك من خالك يعني انت من قرايب هذا واحد ما يروم يتزوج يتزوج اربع اربع من ذي الاربع انتي هي نعم انتي الاربع حرام عليك حرام عليك كان رشيقه رشيقه كانتي بينش وبين الرشيقه عداوه عوين رشيقه عوين سيري سيري شرقي ما احتلش انتي كذاك على بعضش دروع بشرية انا بسوي رقيم ايوة انا اباكم رشيقة الفرصة ما تجي الا مرة واحدة السلام عليكم يا جماعة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تهذي لمن عزمهم؟ يلا يا نصيب لازم تكون أقوى من كذي لازم تثبت لنفسك إن ما هم منك زواج زهرة من ماجد كيف ما همني يا مطر وأنا تمنيتها لنفسي أكذب عليك لو قلت لك إن زواج زهرة من ماجد ما همني بس هذه الحقيقة ولازم ترضى بالواقع وحلمك مع زهرة لازم يتي اعتبره الحلقة الأخيرة ولا أقول لك خلي يكون نهاية المسرحية أنا لو بيدي يا مطر أفر دش عقلي هذا لكن تراني مو أسوي زهرة تراها موجودة في كل المحطات الفضائية وموجودة في كل القنوات المشفرة منها والعادية أوه. شوف من اللي جاي هناك خليل أنا بدخل عنك وظنيك أنت بعد بتدخل لما تشوف خليل داخل لأنكم مشتركين نفس الخطوبة ومرفوضين مع بعض نفس الشيء على إذنك يا العاشق خليل نصيب ما كنت متوقع أني أشوفك هنا الليلة ولا أنا متوقع أنك تحضر ملكة ماجد يا خليل الظاهر بالفعل مكتوب لنا أن نكون مع بعض صادقنا مع بعض واشتغلنا في نفس المهنة مع بعض وخطبنا نفس البنت ونفس البنت رفضتنا وهذا إحنا الاثنين مترددين ندخل المسجد إذن الليلة لازم يكون في شيء وقبل لا يكون في شيء لازم نكون مع بعض وترجع العلاقة مثل ما كانت لأن السبب اللي فرقنا زال يا نصيب وزوال السبب يخلينا نكون مع بعض يا خليل كفك أنا أخذك باللحظان
وابويا خليل اضمعني. اقولكم ايش فيها تاخرت الملكه؟ هي صار عندهم خلل فني ولا ذي فاصل اعلاني؟ لا جالسين نهرس البطل. البطل هاي بطل بطل فيلم؟ لا انت شعبان هاي فيلم. هاي الله يهديك انت جالسين في سينما ولا في مسجد؟ هذاك مرهون انت تقعد يتصرخ علي وايد. اسكت شوي شوي انت اول خلي الحلفه توصل هم توصل خير بعدين عصب على كيفك. اقول هناك هناك صغيرين لهني هاتوا الحلوه ابوي بعد هاي الحلوه ومايات حلوه. شعبان مالك انت كذاك؟ الحلوه بعد الملكه كان حاد قايل ان اول مره يحضر ملكه. لا وعد ما اول مره انا احضر ملكه. انا حضرت ملكات وايد لكن هذه الملكه الله يسلمك انت تعرفها ملكه وخليفه يعني يمكن ما فيها حلوه وانت تعرفه خليفه اكثر مني يعني. شعبان شعبان ها بتحصل حلوة أبوي بتحصل. اسكت اسكت عليك انك بطيني. خليفة أخوي يعني ما قصدت يعني ود الحلال قصدي يعني هنقول يعني ما فيها حلوة بس لكن أكيد أكيد فيها فيها دسمة يعني عشاء عشاء. أقول خليفة خليفة ايش نسوي لنا عشاء؟ هريسه ولا قبوري ولا عرسيه؟ فالله ولا فالك يعني اليوم بقعد بيوعي؟ شعبان اسكت شوي اسكت ما تحاتي الا بطنك انت. اسميك انك لاعي عاد لاعي والله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البارحة. أبا بنت كهرباء. وهي وقت وقت بنت كهرباء تبغى ملكة طايتي. وين حاطينها؟ أما حقيقة والله. هني شوفوني. توا الحين بالله عليكم. الكهرباء ما حصلت وقت تنقطع فيه إلا الحين وقت الملكة. يعني هذا وقت الحين وقت يخلونك تذي في الظلام. سمعت في الظلام وانتم مستغربين تو كذي ما أول مرة الكهرباء متعودة أبوي تنقطع في الصيف وتهلكنا بالحق. والله أنا أقول ليش الدنيا كذي صارت سودة؟ الكهرباء مقطوع. زين اقولكم الحين عاد كيف بنشوف يا بناكل الحلوى كيف بنشوفها؟ لا بس يوخى بس يوخى بس يوخى. انت ابوي شعبان ذاك متعود انك تاكل في الظلام لكن المشكله عندنا احنا ما متعودين. انزين هذا بس يوخى بس يوخى. انزين ابوي ما خالف انا مستعد اعلمكم بس العشر دقائق بعشرة ريالات يعني الدقيقه بريال. ها ايش رايكم موافقين؟ عجب باه شعبان انت ما كل شيء بغير عجب. لحظه لحظه تليفوني النقال في اضاءه كافيه. اضاءه كافيه هي عندك يعني حل ايوه ابوي انت هني بتوقفنا بتوقفنا على ما اكلم ذاك انت هناك ابوي هذا اللي تقول بها عندي اضاءه تليفون بندها من بها اخرنا كر تليفونك. يا جماعه مالكم الله يديكم خلوا المليك يملك ما في شيء ترى الملك ما يحتاج لك يا رب. نعم اي والله بس بتلقى مسكين الحين المليك خايف لي يملك على واحد ثاني بالغلط. والله دين شعبان ايش رايك تروح تتقدم قدام المليك وتملك يمكن الحربة تصير من نصيبك. شعبان ليش مكانك؟ مين شعبان الله يهديك؟ شعبان جالس هذا الاخ حمدان. شعبان شعبان مين شعبان؟
مكتوب ومن غير ما يشوفه داسه وطعده وطعده. بس اسكت بس اسكت. ما والله فرصة اني اهرب الحين من حمود وراشد. هذه الى المصيبة ما يكفيهم يجلسوا ليلة واحدة، لا على الاقل يريدوا يجلسوا اسبوع، وانا من وين عندي اطعمهم ريوق وغدا وعشاء. احسن لي اهرب والحين ومن غير ما حد يشوفني. مرهون اقول لك، هذا الملك الحين بيملك ولا كيف عرفته؟ كان ما يبغى يملك براي، هذا كيف ما مشكل، بس هات مني الحلوه خلينا نسقط صناصير بطننا. بس ها شرط ان لا تكون الحلوه سودة عشان لا يتولف علي عاد العمى والظلام والحلوه السودة. وانت ايش تفرق عندك؟ ايش تفرق عندك؟ ها حلوه سودة ولا صفرة كلها واحد عليك، تراك ما تشوف تاكل اي شيء. سكتها بس سكتها تصدعنا بس ان شاء الله. ردت الكهرباء. جات الكهرباء؟ يكفي يا أمي أرجوش يكفي يا أمي، أنا ما قادرة أشوف هالدموع اللي نازلة على خدش أرجوش. أنا أبكي من فرحتي وأبكي من الندم والحزن. يعني كمان أني تزوجت؟ لا يا بنتي، أنا ندمان أني ما قادرة أوقف على رجلي ورقص بعرسك يا بنتي. يكفي يا أمي، يكفي أني أشوف إيش قدامي ومعاي، لأني حاس وأغلى مخلوقة في حياتي. قومي قومي كملي زينتك عشان تروح بس. لا لا يا أمي لا، أنا ما أتحرك من هنا إلا وأنت قدام. أيوة يا أمي أنت قدام، لأن هذا شرط شرطته على ماجد. مستحيل أتركش يا أمي، مستحيل مستحيل. ما راح أخليش تروحي بروحش. السلام عليكم. عليكم السلام أخوي حمود، كيف حالك؟ راشد تفضلوا. أحسنتي. خليفة هنا؟ خليفة خليفة ما موجود، راح مسجد. حمدان تو دخل قدامنا هذا خليفة، تو شي قدامنا يخطف يقبح، كيف اليوم داخل أنا والمحد معه؟ أقول لك زين عن الإحراج، ما أحسن توديه معك البيت تقهون وترتاحون وفلا تجون من خليفة. كان بيها يتفضلوا أهلا وسهلا البيت بيتهم. نعم زين فعليك أعلامكم واقفين أنتم ترى قاتلكم دخلوا. بنسير حمدان عازم الجماعة بقاوة. تفضلوا لا لا بس أحسنتي بنسير خلاص بيجي خلاص خلاص جيبوا حمود راشد خلاص. لا خم داعد بكم على قهوة خلاص. مشكورين يا جماعة. لا 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 مش غير عزبكم خلاص. كانت قهوة مع بعض. الله يهديكم، تقول حال واحد المكان واحد.
تفضل تفضل شعبان جيبه جيبه هي حمدان هنا ها يا حمدان سحبه حمدان سحبه هذا بلي روحه ليش تعانيني كذاك؟ إلى متى تجلس تتهرب من أخواني كذاك؟ ولا نسيت إن هم اللي زوجوني إياك؟ خير يا طير، أحن اللي يسمع كلهم زوجيني بلاش، ما كلهم ماخذين مهر وش كبرة من غير المخاسير. ما عيب عليك يا خليفة، تتهرب منهم؟ الحين عاد هم إيش بيقولوا عنك والناس اللي معاهم؟ إيش اللي جابهم؟ أنا ما عزمتهم. أنا اللي عزمتهم، وأنا قلت إن لازم أعزمهم علشان زواج ولدك، ولا تريدهم يقولوا عنا إن نحن بخلة؟ المهم خلاص. ايش تريد تبدي الحين؟ الموضوع منتهي. ايش الموضوع منتهي؟ اصلا هم شافوك وانت رايح البيت. شافوني؟ ايوه شافوك، وفضيحتي بين اهلي واخواني. انت ليش سويت كذاك؟ علشان شوية فوالة وفنجانين قهوة؟ يا ربي، ايش هذا العيش اللي انا عايشتها معاك؟ وايش بتقول لهم يوم تشوفهم مرة ثانية؟ يا ربي، متى بتتخلى عن بخلك اللي انت فيه؟ متى؟ اي والله فضيحة. لا فضيحة نعم. أنا لازم ألحق عليهم وأدورهم وأجيبهم البيت. المسألة ما سهلة مثل ما كنت أتصور. بس وين بحصلهم الحين؟ ها؟ أكيد راحوا بيت حمدان. لازم ألحق عليهم. حمود، راشد، قوموا خلنا نسير البيت. وانا جاي عندكم اعتذر لكم قدام الناس هذول كلهم اني غلطان في حقكم والجماعه شاهدين علي. نعم شاهدين حقيقه يعني جاي اتسامح منكم. هلا الله فيك. شان هو صح بالطبع ما يودر طبعه. عم صدقت في هذه الكلمه راعي الطبع ما يودر طبعه حتى لو قصفوا لصبعه. خليك محضر خير شويه وبدل ما تطفي الحريقه لا تزيد النار حطب يا شعبان. شعبان خليك في حالك يا رجال، خليك في حالك. انت تفول اشرب قهوتك واسكت، ما حد يبغى منك لا كلام ولا راي. ارحم حالك انت، روح لك ضرير. ايش فيك انت كذا؟ ايش فيك دائما حار علي؟ لا تنهار في ود الحلال. حمدان اتكلم قول شيء. هين هذا الاكل اللي تقوله بقدامي هين. يا الله يا ابوي، يا الله يا جماعه الخير، قوموا خلنا نسير البيت، خلنا بنسير. وانا ترى جيت واعترفت لكم قدام الناس اني غلطان. بيتك هذا احنا ما ندخله يا خليفة مرة ثانية ولا بتشوفنا. في حد ينضم عن اهله؟ ومتى؟ في يوم زواج ولده؟ ترى نحن شبعانين في بيوتنا يا خليفة وما جيناك الا نشاركك الفرحة. كملوا معروفكم وقوموا خلنا نسير عندي البيت. البيت ما بيتي انا بس، بيت اخذكم رضية. بنسير هناك وبنجلس وبنسولف وبنتكلم عن المشاريع المستقبلية. أول شيء تعلم الجود والكرم يا خليفة من جيرانك الأجواد، وبعدين خلي عنك هذا البخل. والله ترى ما حد ياخذ شيء معاه يا خليفة، ما حد ياخذ شيء معاه. عارف يا حمود، عارف والله العظيم عارف، وعلشان كذي أنا جاي لكم وحالف عليكم إنكم تجوا معي الليلة البيت. نحن بنتقهوى من عند هذيل الأجواد الأطياب، مروحين لبلاد. لا والله ما تروحوا، حشا ما تروحوا، واخذكم رضيه طالقه بالثلاثه اذا رحتوا الليله وما جيتوا بيتي. كنا غلطانين لما زوجنا اختنا، وهذه هي ارتاحت منه. يعني ايش؟ يعني يا خليفه طلاق رضيه صار منك، وهذا يا جماعه كلهم شهود. نعم ان شاهدين، شاهدنا انك طلقتها نعم وبالثلاث بعد. ونحن ما نجي بيتك علشان نثبت هذا الطلاق. انت من اساس يا خليفة ما تستاهل رضية. خليفة خبر رضية انك طلقتها بثلاث وخلت الحقنة. اسميك انك ختمتها زين. ها؟ مو ها؟ قلعت عينك بيدينك. حي الله يا سلام.
تعبان يا خليل، تعبان. تعبان يا خليل. نصيب! إيش الجمال، إيش الحلاوة اليوم. اللهم صلي على سيدنا محمد. ما شاء الله ما شاء الله. إيش هذا كله؟ إيش هذا؟ أنت اليوم مرة ما يحتاج. نعم. إيش رأيك في هذا اللون؟ هذا اللون عليك يجنن. إيش به لون عيونك؟ نظرات العالم ما تطمن. أحد لا يحسدونك. يعني ايش يعني؟ يعني لو جمع لوحات العالم كلهن حتى الموناليزا ميزة موجج، انت من يحمل هالميزة؟ هذا وجهك انت. الله يرفع سوالفك. نعم نعم. انت عليك سوالف انت. الله الله الله. اما انت برا اليوم ما تعجب. خالتي اصيلة، عمي مرهون، لحظوا على نصيب. نصيب نصيب نصيب؟ مالك يا ولدي؟ نصيب قوم. نصيب مالك؟ قوم يا نصيب. خليل ترى الصورة ما واضحة يا خليل، نفدش شوية يمين نفدش. حاضر حاضر يا نصيب. عيد الشهادة. سلامتك سلامتك يا نصيب، ما تشوف شر. نصيب نصيب مالك يا ولدي؟ أنا أمك، تعرفني؟ أيوة، محل تصيح الهواتف النقالة لازم يفتح. محل؟ أي محل هذا تتكلم عن أنت؟ أي محل؟ هو يريد يفتح محل لتصليح الهواتف النقالة، وأنا ما رضيت أعطي السلفة اللي طلبها مني. نصيب خلاص، أنا مستعدة أعطيك كل اللي تريده، المهم بس أنت انهض. انهض يا نصيب، انهض. بيعطونك بسك انهض. الهاتف المشترك الذي طلبته موقوف في هذه اللحظة، الرقم مراجعة عمي شعبان عشان ما قدر يطلق زهرة. أنا أريد زهرة يا مهجد، أريد زهرة. الظاهر الولد متأثر من زواج زهرة. زين، وإيش الحل يا مرهون؟ إيش الحل بعد؟ ننزلها معنا تحت. يلا يا خيل ولدي، يلا ساعدنا ساعدنا. حاضر عمي حاضر. حبيبي قلب محالي شيخ. صباح الخير باه. صباح الخير بنتي، اهلا وسهلا. مشكوره مشكوره مشكوره. تفضل باه. احسنتي ما احسنتي يا فارمة. الحمد لله. بعد شو تجي هلا كذا؟ اقول هذا هاي نصيب، كيف صحته توها؟ عشى شوي خفت عنه. ما اعرفه باه، وحنا تسالني عنه ما اعرفه ما بعرفه.
كيف ما تعرف فيه وما تسألني عنه؟ كذا قد عمي؟ أنا يلا عسى الله يشفيه إن شاء الله. قول يا أمين. أمين. هاتفي هذا. يا أمي لأن في قنوات ما طلعوا وأنا أريد أضبطها. ليش؟ الحق علي يا مرهون. وأخيرا صرنا مع بعض. أنا ما قادر أصدق نفسي. ليش؟ بعد فترة خطوبة طويلة تزوجنا. تعرفي كنت أحيانا أحس أنك راح تغيري رأيك في الزواج، وأحيانا تواجهنا عقبات كبيرة، لكن الحمد لله هذا إحنا تزوجنا. الحمد لله. لكن ماجد انت ما ملاحظ ان نحن لما تزوجنا ابوك طلق زوجته؟ صح انها مفارقة غريبة وعجيبة، لكن تعرفي من حفر حفرة لاخيها والحد من الناس وقع فيها، اللهم لا شماتة. لكن تعرفي هذا الشيء جاي لصالحي ولصالحك لانه بيخلالنا الجو. ها على وين رايحة؟ رايحة اشوف امي اذا كانت محتاجة حاجة. يلا وانا بجي معك. يلا. طبعا ما زين يا خليفه، لاني ابغض الحلال عند الله الطلاق. انا ندمان يا اخوي، ندمان يا شعبان. شيمه هلا هلا فيه، شوف لي حل ولا شوف لي مخرج. شوف لك مخرج الحين. اقولكم انتوا ايش حسبوا يعني الحلف بالطلاق؟ لعبه ولا لعبه يتهزوا عليه يعني؟ هذا انت الحين يا خليفة خسرت بيتك واخترت حرمتك واخترت حتى المهر اللي اعطيتها اياه. سبحانك رب العالمين، فيانك هوى خلاك تخسر بيتك. الحمد لله على كل حال يا شعبان. تبغى الصدق؟ انا في الاساس باغي اطلقها، لكني باغنها هي تطلب الطلاق علشان اساومها عشان تدفع لي كمان ريال. يعني الحين انت حزنك مع حرمتك اللي طلقتها؟ لا يا شعبان لا. انا حزني على الفلوس اللي راحت مني وما حصل شيء، راحت هباء منثورة. زين ما يخالف ابوي، قول لي الحين ايش ناوي تسوي؟ زين شعبان ها وش رايك انا ناوي اخطب ثريا مرة ثانية. ايش يا ولدي يا ولدي هذه ثلاجة، ايش تريد منها؟ يا امي كل القنوات ما واضحة وخاصة قنوات عربسات يعني كلها مختفية بالرغم انه ماشي هوا. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ايش اللي صار لك يا ولدي؟ ايش اللي صار لك؟ تعال خلى داخل الغرفة. أنا يا أمي لازم أضبط كل القنوات، لازم أوازن بالدش. نصيب خلي الكمبيوتر في مكانه. هذا الكمبيوتر يا غبية؟ هذا الكمبيوتر؟ هاي ثلاجة. ويوم تعرف إنها ثلاجة حموت قول عليها من شوية إنها دش. لأنه كل القنوات اللي فيها ما واضحة وأنا لازم أضبط الدش. إنزين أنا سارة أشوف اللي جاي. أمي إذا القنوات المختفية ظهرت خبرينا الله يخليش عشان أنا أضبط ديش. زين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. من داخل يا ولدي؟ خليل
خليل هدي 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 يا رحمة هدي هدي ايش فيش؟ انت جاي خليل؟ ايوه انا جاي. صحيح؟ طبعا يا رحمة. انت جيت عشان عرفت ان انا مسوي الرجيم. حتى شو خليل كمان مسوي الرجيم. انا بعيلته خليل. لا 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 ما شاء الله عليك يا رحمة، باين عليك الرجيم. اول تاكلي ثيران والحين تاكلي صغيرين. الله يقطع زوالك خليل. بس خليل انا ما مصدقه ما مصدقة البر البر البر. ما مصدقة ايش البر؟ انا ما مصدقة انك جاي تخطبني. احسن ليش لا تصدقي يا رحمة. ليش؟ لاني بصراحة جاي اطمن على نصيب. انزين تفضل تفضل خليل تفضل. صباح الخير خالتي أصيلة. صباح الخير يا ولدي. كيفك يا نصيب؟ الحمد لله. انتهيت؟ ليش تأخرت اليوم؟ ما تعرف انه عندنا شغل كثير؟ شغل؟ وين؟ احنا اليوم بغي نفتح محلنا الجديد لبيع وتصليح الهواتف النقالة. ها؟ صحيح خليل. انتهيت؟ نصيب ينتظرك من الساعة؟ صح صح انا نسيت نسيت. سامحني سامحني يا نصيب. انت يا خليل مخصوم منك اسبوع لانك تاخرت. ان شاء الله. انزين وايش الشغل الثاني اللي تريدني فيه؟ اليوم نبغى نركب دش لبيت عمي شعبان. تو معقوله انا وانت ما عرفنا نشتغل ولا شغل؟ معقوله يا مروه؟ معقوله يا ناس؟ أنا هذا يا أخوي يا حمدان إن ندورنا على شغلة جديدة ونرضى باللي صار معنا ونجلس على نقول واغياب مستقبلنا واغياب مستقبلنا. أنت اجلس ملوح وغني على المستقبل. أبوي خلاص مستقبلنا راح ماشي مستقبل. أنا من رأيي إن أرد دكاني أبوي وأجلس أبيع وأشرب دكاني وهذا اللي اسمها هذا الثريا. إذا تبغى تتزوجني يعني توافق على الشيء اللي عندي. شنو حكمة؟ نعم. إذا أنت يا حمدان بترجع لدكانك أنا برجع لبلادي وبشوف لقمة العيش هناك. مهون أخوي أنا تراني ما قصدتك. يعني هذا فوادك ليش يبعي تقول إن قصدك شيء ولا شيء ولا ما عليته ولا قلته. أصيل يا أخوي يا حمدان أصيل. بس إيش رأيك يا حمدان يا أخوي نفكر في شغلة نديرها نحن بأنفسنا. هي نعم يعني ما ننتظر راتب من حد البر. إذا نجحنا ترى كان به وإذا خسرنا نتحمل الخسارة وحدنا. ايش رايك؟ اقول عجب. ايش رايك يعني نفتح مصنع سيارات وطائرات وصواريخ؟ ايش رايك؟ مطلوبة علي مطلوبة مرون. يدعم حمدان الله يهديك. مالك انت ايش صار بعقلك؟ اب انت شو اللي اقترحت؟ عجب معقولة انا وانت جالسين في هذه الشمس ندور واحنا في هذا الشيء نتمرمط في الشوارع؟ ما هلاك هذا ما هلاك. حتى لو ما نعرف يا حمدان نفكر اللي نقدر عليه ونسوي. يعني انت قصدك احنا ما نقدر على مصنع السيارات والطائرات والصواريخ. ايش رايك نفتح مصنع للادوات الكهربائيه؟ زين زين يا اخوي يا حمدان لا تفكر في البعيد. خلينا نسوي على قدر عقلنا. ايش رايك انت نفتح لنا مطعم للاكلات الشعبيه؟ مطعم؟ لا ما لا 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 هالمطعم هيصير في كوش وحده. هاي السوي انزين شغله غيرها بدي اقول لك بعد. ايش رايك بالدليل السياحي؟ الدليل السياحي لا انا ما افهم فيه. انا اقول لك ايش رايك نسوي هذا الشغله اللي هي مال الارقام التليفونات. يعني انا احفظها زين هذه الارقام. اي نعم. يعني هاي الشغله ما عجبتك؟ ما عجبتني اقول تو احنا هذا الدكان ليش ما نخلي يعني مركز تجاري ولا معرض سيارات؟ زين زين احسن. ذاك الدكيكين تبغى تسويه مركز تجاري او معرض للسيارات؟ ايش يا ابوي ايش رايك هذا الدكيكين نكبره ونسوي دكان كبير؟ هذا هو التفكير الصح. نعم هو اكيد. ها ها كذا بنوصل للنتيجه وبنلعب بالفلوس لعب.